حياكم الله واهلا وسهلا في حلقه جديده من برنامج باعثر يوت. اليوم هنتكلم عن الشائعات، مش الشائعات الحوثيه. لو نشتي نتكلم على الشائعات حق الحوثيين نشتي لنا سنين ودنين وبرامج. لا هانك لا هانك. هنتكلم عن الشائعات الذي بيقولوا الحوثيين انهن شائعات. شائعات يراها الحوثي انها تهدد مشروعه وتواجده. الله يستر، بس تعالوا نسمع هذه الشائعات. سؤال يندع دبلكي قدام، مش ريوس دبلكي قدام يطرح لا وسط أرض الواقع. ما هي الشائعات الذي يراها الحوثي أن يتهدد مشروعه؟ شائعات وعاد الحوثي يقول أنها تهدده وتهدد مشروعه واستقراره وتواجده، وأنها صناعة أمريكية وإسرائيلية وجنجويدية ودددددد إلى آخره. الكل يسمع أنه ما نشتيش نرجع لزمن الإمام، ما نشتيش نرجع لزمن الكهنوت، لا زمن العبودية، لا زمن حباب الركب. يعني باختصار شديد ما نشتيش نرجع لا قبل ثورة 26 سبتمبر وقبل ثورة 14 أكتوبر. تخيلوا معي أن الحوثيين يبسلوا هذه شائعة، حباب الركب والظلم والكهنوت، قال لك هذه شائعة. مش أنتم مصدقين لي؟ تعالوا نشوف البرنامج حقهم، برنامج متخصص في هذا المواضيع. شبهات ودود، شبهات وردود، مش ودود. الدود هنا يعني هي الإعداد، هنا البرنامج هو إعداد الدود. بس عيط الله الدكتور اللدود، تفضلوا شوفوا. سنتحدث في برنامجنا هذا شبهات وردود حول ما بين قوسين تشتوا تردون الحباب الركب. هذا طبعا العبارة دائما نسمعها من الإعلاميين المرتزقة التابعين للإمارات والسعودية والذين يتحركون يدورون حول الفلك الأمريكي والصهيوني. يا سلام عليك يا دكتور، برنامجك هذا بصراحة رائع. يعني شبهات وردود كلام ما يحتاج. سمعتوا ما قال؟ يعني من يرفض حباب الركب هذا يدور في الفلك الفلك الأمريكي. طبعا أمريكا هي دولة مش فلك، بس يلا ودحين بيبصر يعني هذيك أمريكا فلك ولندن كوكب عطارد، بس ما تقول للتكتو. طيب يا تكتور، والذي بيحبب الركب أو مدري بيحبب الركب أو مدري أمشي بمجغر الركب، في أي فلك بيدور؟ وعادك وعاد الحوثيين يبسلوا حباب الركب هذه إني عادة طيبة وشيء جميل، يعني تقول الله أكرام الضيف، يعني إنه حاجة من شيم الكرام. حباب الركب من شيم الكرام، يعني مش مكارم الركب. ثالث مسألة حباب الركب على قولتهم. شوفوا، المجتمع اليمني كان لديه طريقة من طرق الاحترام. مثلا أضرب لكم كنموذج، كان الأبناء لديهم طريقة احترام، يصير يحب ركبة أبوه وأمه، وهذا ما زالت قائمة إلى الآن. يصير يحب ركبة أبوه وأمه ولا جده من باب الاحترام لأبيه وأمه ولجده. كان هناك طريقة احترام أخرى مع صنف آخر الذي هم العلماء، سواء كان عالم هاشمي أو بس لا تكمل يا تكتور. النوع الثاني معروف، الصنف الآخر معروف منهم واضح جدا. يا جماعة الخير، حباب الركب هو يعني من باب الطاعة وشيء يعني تؤجر عليه، مثل ما تحب ركبة أبوك وركبة أمك، تحب ركبة السيد وركبة، هذا شيء طيب جدا. البالة والله إله البالة. سمعتوا ما قالت تكتو؟ ما عاد باقي لنا نحب ركب كم من سارق نصب نت قال لك طاعة. وبمكر سلالي إمامي طائفي كان الحوثيين يبرروا للناس استعبادهم وذلهم للناس وإذلالهم، إنه يعني هذا شيء يعني تتقرب إلى الله، تحب ركبة الإمام حقهم ولا العالم. تعالوا نتابع مقطع لواحد من آل ركبة الدين أو عالم ركبة من بيت آل ركبة الدين. تعالوا. أنا كان الشعب اليمنيين بطبيعتهم العاديين كان من باب الاحترام يحب ركبة العالم، حتى لو فليكن العالم من أين ما كان. جاي يقول لي العلماء، أنتم في زمنكم جهلتم الشعب، يعني ما كان بش أحد يصير يقرأ ولا يتعلم إلا منكم، والباقيين مغلقين عليهم ما بلا يحرث ويشتغل وكل شيء لا عندكم شاقي، يعني ما بش علم، ما بش، ما بلا لكم أنتم، يعني أنتم العلماء، يعني ما بش إلا معكم أنتم ركب تتحبب، والركب الباقية غير الحماش والشقاء والعمل ولا عندكم. يعني من حفظ الآيتين و14 حرف خلاص يعني ركبه أمورها طيبة والناس يحبحبوا يريحوا لهم، وأهم شرط أنه يقع من آل ركبة الدين، غيرهم ما بش، حتى ولو تعلم ما يسمى هذا إذا خلوه يتعلم، ما بلا مدري كيف طحس الزبيري من وسطهم في علبه وصنج.
وكان آخر ظهور في 26 سبتمبر. وعادك وعاد عاد التكتور وحقها الشلة السلالية يشوفوا الذي ما رضاش يعني يحب الركب وماشيش يعود لا زمن الماضي لا زمن حباب الركب، يبصر أنه هذا فيه خلل في إيمانه، يعني يحسك أن الإيمان هذا ركبة داخل، يعني داخل القلب. الإيمان ركبتهم ركب، ما عادوا الشعبة من شعب الإيمان، خلاه ركبة من ركب الإيمان، وفي رواية من ركب آل الدين. مش أنتم مصدقين لي؟ بنا بالغ؟ والله ما بنا بالغ، وملكوا علي حلفان. تعالوا نتابع مقطع، طبعا هذا المقاطع بنقصقصها لكم احنا، شو تتابعوا ادخلوا اي جامع من حقهم، الجامع المخباية الخضر بجامع خضر لحالها حقهم حق حباب الركب، واذا الجامع بعيدة ادخلوا اليوتيوب، قدر اليوتيوب مران ادخلوا على ركبة الدين ويطلع لكم الطارف. بس عيناد بحث شلون هكذا انه عاد تحب ركبه مش هنداري، ارجع هكذا وارجع ابحث. مشكلتهم خلق حساسيات تجاه آل محمد وكل من ينتمي لآل محمد، هذا مشكلتهم الوحيدة فقط، لديهم حساسية مفرطة. يعني إذا ما حبتش الركب في إيمانك يعني حساسية مفرطة، وإذا إيمانك طيب أمورك سابرة وأنت مؤمن خلقه امتد على بطنك وحبحب ركب السيد أمورك تمام، والجنة تحت ركبهم، ما عاد لا أقدام الأمهات ولا تحت الأعمال الصالحات. ومثل ما كان يكتبوا العاملين حق الإمام لما يرسل رسالة الإمام خادم تراب نعل سيدكم، وعاد الإمام يرسل رسالة لا عنده لا إيران وزمان وهذا، وخادم تراب نعل سيع، يعني كل واحد تحت حذاء الثاني شوية تحذي، وقال لك إمام الدين. ينسى الحوثيين أنه بعد ثورة 26 من سبتمبر صباحا العظيم الصباح الذي أشرقت فيها الجمهورية أنه طائر القاوة قعشار، مارد الثورة دخل طعفر بيت الإمام بكل ما فيه من فكر وحكم عوج ودولة وظلم، طائرة وأشرقت الشمس وما عادوش منها لا حباب ركاب ولا عاد استهبال بالشعب ولا تجهيل ولا عاد ركبة، وصار زمن حباب الركب وجاء زمن كسار الركب. باعتريوت يتصدى للطغيان، باعتريوت للحجة وربعد يلا، باعتريوت ابحث في كل مكان، شوف 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 الباعتريوت الآن، باعتريوت يتصدى للطغيان، باعتريوت. على فكرة واحد من عيال الإمام ما اكتفاش بحباب الركب، عادوا كان يشتف عليها تطوير، سافر لليابان، هذا هو الحسن بن أحمد، سافر لليابان عشان يعني يستفيد من حضارتهم وتجاربهم ويعود لليمن بحاجة تفيدها سواء مشروع ولا فكرة صناعة. المهم الحسن بن أحمد هذا بعد ما سار اليابان فعلا فاجس عدة شهور هناك، رجع اليمن وسأله ايش الذي لفت انتباهك؟ تخيلوا معي ايش كان الجواب، ايش قال لهم؟ يعني بعد ما سار اليابان وشاف التكنولوجيا حقهم والتطور والحضارة، ايش الذي لفت انتباهه؟ الذي لفت انتباهه حاجة واحدة، طريقة الانحناء اليابانيين كم ينحنوا لحقهم الامبراطور. الله وشعبه يا حسن، مش اني اعجبته بس، عادك وعاد عاد الحسن هذا طلب من ابوه انه يحاكي اليمنيين، مش يحاكيهم، يرغم اليمنيين انهم يركعوا له يعني مثل ما يفعلوا اليابانيين لحقهم الامبراطور، ونسي الطب والصناعة والتجارة والتقدم والحضارة ورجعنا بالانحناء. هكذا عمرهم، هذه تعود على الانحناء ما يعيش الله هكذا. من ايران هم بينحنوا، من بعد الرسيهم بينحنوا لغير الله، لو انحنى لله انه يرفع، لكن انحناء طبعا اكيد واضح انه الحسن بن احمد سار لليابان يقول لهم انا ابن الامام احمد وبالتوزة والقاوق، والتوزة هذيك الحوسة دي الساعة 7:10، أنا بدل الإمام أحمد يتخانوا عليه خلوه يقابله على طول، ما هو إمبراطور ياباني قنبر، اركع ورجع ادخل ضروري ما يركع، لا تستغربوش، حتى أوباما ضروري ما يركع، أيوة ما يدخلوه لو قد، لكن صاحبنا ركع وعجبه الخبر، ركع هانا ويجي يركع هانا ويجي، وأخذ هذه ما يقنعش بالركوع حق الباري، ما يدري لمن يركع، يركع على الطارف، الصنم، الصورة، الإمام، الإمبراطور، لبقرة. ويعلم الله كيف وقع بعبد الملك الحوثي وشلته بعد ما ساروا إيران، أكيد هناك بلطحوا أفكاره ومشتغلوهم قرعاه ما بش صفات، هم ما يدوا لك حاجة إلا بعد ما يتأكدوا أنه بعد ما تركع ويطلع هناك ثنتين أزرق عندهم صح تم الركوع بنجاح بعدها يولوك. وحسن نصر الله أكيد أنه ركع، بس حسن نصر الله شكله ركع ولهم بريك مرفوع لما قرحت الراء، شو حق حسن نصر الله، نصر الله ألغى قرحت، الله أكبر. المهم ما لنا من الفضائح، وعلى ما يقول المثل المصري
يا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش. من الاخر، الشعب اليمني عصي عليكم يا آل ركب الدين يا دخلاء اليمن واليمنيين. والشعب اليمني بعد ثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر خلاص ولا زمن الاستعمار والإهانة والإذلال، وزمن حباب الركب ولا ما عاد باقي إلا زمن طيار القاوق وكسار الركب. دمتم في أمان الله. للمشاهدين مش للصحاب ركب الدين. يا أهل اليمن يا سادة السيادة العرب، وليلنا وليلنا وليلا، إن اليمن لا يهاب. يا أهل اليمن يا سادة السياد العرب، ملعون من يرضى بحباب الركاب. إحنا رموز العز في أعلى الرتب، يرجع لنا أهل الحسب وأهل النسب. إحنا رموز العز في أعلى الرتب، يرجع لنا أهل الحسب وأهل النسب. ينفعوا كذب ولا بايرفعوا، مهما انتسب لا فاطمة مهما كذب. ما هوش بالأنساب قلت جدتي، رغم النسب تبت يد أبي لهب. ما هوش بالأنساب قلت جدتي، رغم النسب تبت يد أبي لهب. مهما دعا مهما سعى مهما طلب، مهما بغى مهما طغى ثم انقلب. لا للإمامة وفهموها يا غجر، الحرب شبت من ظلب شل السلب. يا أهل اليمن يا سادة السياد العرب، يا أهل اليمن يا سادة السياد العرب، وليلنا وليلنا يا أهل اليمن يا سادة السياد العرب، ملعون من يرضى بحباب الركاب. إحنا رموز العز في أعلى الرتب، يرجع لنا أهل الحسب وأهل النسب. لن يحكمون الفرس في دولة سبا، لو كل من في الكون معهم قد وثاب. أهل اليمن أهل التحدي والإباء، والكون كله عن حضارتنا كتب. المجد والتاريخ والعز لنا، واحنا أولو قوة وأشجع من ضرب. من يغلي أصله لجل يرخص نسلنا، نكسر عظامه مثل تكسير الحطب. أرض العروبة والعرب وعربها، تتبع يمن تتبع ملكها المنتخب. قولوا لمن يؤمن بتقديس الولي، إدمان تطبيل الركب قلة أدب. يا أهل اليمن يا سادة السياد العرب، نداء إلى جميع أحرار اليمن، إلى جميع أحرار اليمن، تعالوا ننتشر حوثي، تعالوا. الخطر ينادينا وقيمنا ومبادينا، تبدو بيضاء مثل أيادينا. ونعم والعزة فينا سبعة أنعام يدورينا. آمين. شوف 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 ابصر عبر الصورة والصوف، شوف 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 اشمح مقعول الباب اليوم. بروبر شوف 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 حنتر راشرنا بالهجوم. يستاهل عم تكر الآن تشبك عني وإبطال فنان القول الكاذب توضيح واجي افضح انتبه وراقي والزمن تجارب. ايوه باعتريوت يتصدى للطغيان، باعتريوت للحجة وروا بعد يلا باعتريوت ابحث في كل مكان. شوف 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 الباعتريوت الآن شاب ابصر اشمح اشحر حنتر ابصر ركز شاهد شوف تابع.